إذا للوقوف عند انتخابات مجالس المحافظات وقرار الإطار التنسيقي دخولها بثلاث قوائم وقراءة هذه الخطوة في ظل وعود براقة ورفض شعبي للمشاركة وأيضا للمشاركين، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد حياكم الله. يعني كما استمعت إلى التقرير، اليوم خرجت تظاهرات في ساحة التحرير في بغداد وذلك في الذكرى الرابعة لانطلاق ثورة تشرين. ما الرسالة التي أراد الثوار إيصالها من خلال هذه الاحتجاجات التي انطلقت اليوم؟ أيضا دكتور، قمعت هذه التظاهرات من قبل قوات الأمن رغم تعهد السوداني بالمحافظة على حق التظاهر، تفضل دكتور. في البداية شكرا جزيلا أستاذ محمد على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الكرام. الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين المباركة والشفاء العاجل لكل الجرحى الذين سبقوا جرحى اليوم، لأنه اليوم أيضا كانت هناك للأسف الشديد مصادمات، هناك أيضا دخانيات استخدمت واستخدم القمع البوليسي لإرهاب الدولة ضد المتظاهرين الذين حصلوا على إجازة رخصة رسمية حسب المصادر حتى الرسمية منها، لكنه يدعون بأن هناك اختلافات وهناك أيضا تجاوزات، لكن للأسف الشديد كانت هناك حجج لقمع هذه التظاهرة لأسباب كثيرة، منها أولا الجمهرة غير المتوقعة الكبيرة التي خرجت تأييدا للثورة و أهدافها ومطالبها المحقة في محاكمة المجرمين قتلة ثوار تشرين ومحاسبة الفاسدين وتحقيق مطالب الشعب في حياة آمنة حرة كريمة باسترداد الوطن أيضا السليم. هذه الحقيقة المطالب اللي طالما تغنى بها ثوار تشرين من شهداء إلى غاية اليوم. نحن أيضا والجذوة، هذا أهم نقطة، أنه الحقيقة جذوة ثورة تشرين ما زالها متقدة في نفوس العراقيين، لذلك الحقيقة لم تجد السلطة القمعية طريقا إلا قمع هذه الثورة ومنع الشباب من الاستمرار فيها، خصوصا الأيام القادمة أيضا من المتوقع أن تشهد تصاعد في المد الشعبي لهذه الثورة. يعني هذا الحقيقة يعني أهم مشهد تركز اليوم هي أنه المجابهة بين الشعب العراقي وهذه السلطة، نظام المحاصصة المقيتة وطبقة الطغمة الفاسدة ما زالها في مواجهة في مجابهة حقيقية إلى أن ينتهي الشعب من الخلاص من هذه الطبقة الفاسدة. هذا بالنسبة للذكرى الرابعة لثورة تشرين، ولكن دعني أخذ الآن فيما يخص انتخابات مجالس المحافظات. كما تعرفون دكتور حامد، الإطار التنسيقي قرر النزول بثلاث قوائم، هل هو نتاج طبيعي للتشظي والخلافات أم هو ربما تكتيك لحصد مقاعد أكثر في انتخابات مجالس المحافظات دكتور؟ لا، هو يعني احنا توقعناها حتى على قناتكم الموقرة منذ وقت مبكر ان هناك صراعات يعني بين ثلاث كتل، وانا توقعتها حتى يعني الان اثبتت الايام هذه والاحداث انه فعلا صحت توقعاتنا. الكتل الثلاثة اللي هي دولة القانون اللي رأسها نور المالكي وعمار الحكيم والنصر، يعني الحكمة والنصر الكتلة الثانية، والكتلة الثالثة اللي هي الميليشيات الولائية التي فعلا لا تملك شيء سوى السلاح والتهديد وتأييد نظام ولاية الفقيه، يعني بشكل علني مباشر ومدعوم من ناحية الأمنية ومن ناحية العسكرية كميليشيات ولائية اللي هي يعني بدر والعصائب والنجباء وحزب الله وغيره. طبعا دخلت أيضا حنان فتلاوي على الخط مع هؤلاء زعماء الميليشيات الولائية بتشكيل ما سموه قائمة أعتقد نبني أو لنبني، وهي فعلا يعني مثل ما تفضل تقريركم هي بعيدة كل البعد عن البناء، لأنه على مدى 20 سنة ماذا بنوا للعراق غير الخراب والدمار والسلاح المنفق. هو في هذه النقطة التي أثرتها دكتور حامد ولا بد من الوقوف عندها، هذا التحالف الذي يضم ميليشيات مصنفة إرهابيا، ماذا يمكن أن تقدم للشعب العراقي خاصة أنها متهمة بانتهاكاتها الإنسانية وبسرقات أموال العراق، ماذا يمكن أن تقدم في الفترة القادمة؟
لا لا يعني لا يمكن أن نتخيل أن تقدم شيء إيجابي لمصلحة الشعب العراقي. بالتأكيد يعني اللي تقدمه هي الإرهاب الميليشياوي، و يعني زرع الرعب أكثر مما يعني تم في المرحلة السابقة، وأيضا طبعا سرقة الثروات، الصفقات السرية، بيع البلد. يعني هو البلد تم بيعه بالتفصيخ الحقيقة للخارج، إذا كان بشكل مباشر إلى ولاية الفقيه، وإذا كان حتى بشكل غير مباشر الآن بالتوافق مع الإدارة الأمريكية. يعني احنا نشوف حتى السفيرة الأمريكية يعني تزور الخزعلي وتزور هادي العامري وتلتقي بهم وتنسق ويهدئون اللعب، مع بحجة أن هناك كانت قواعد أمريكية وهناك بعثات وسفارة أمريكية وغربية. هذه كلها تقريبا الآن تم الاتفاق على تهدئة الأمور لإبقائهم بالسلطة. يعني هناك توافق أمريكي إيراني، هناك تخادم بالمصالح لإبقاء هؤلاء. الحقيقة ليس للبناء، لأنه على مدى 20 سنة ماذا بنوا للشعب العراقي غير الخراب والدمار؟ يعني بالعكس هم هدموا، هم جاءوا لمعاول تهديم للبنى التحتية ولحتى النسيج الاجتماعي وللصف الوطني. نراهم نشاهدهم أنه في سرقة الأموال، ويعني وزير تعليم عالي يأتي من الميليشيات يضعوه وزير أفضل يعني من أهم الوزارات السيادية في العراق. يعني هو لا يملك حتى شهادة الدكتوراه، شهادته مزورة، ويأتي لقيادة وزارة مهمة جدا مشهود لها الحقيقة على مراحل على مدى تأسيس الدولة العراقية بأنه واحدة من أهم الوزارات وأنجح الوزارات، كانت وزارة التعليم العالي اللي خرجت فطاحلة في العلم والأدب والمجالات الأكاديمية المتنوعة. لذلك أنا يعني الحقيقة لا أستبعد أنه ولكن الخراب دكتور اللي تم خلال ولكن نعم دكتور يعني يعني ربما دعنا نطرح الوجه الآخر من هذه المناقشة. يتحدث المتحالفون عن مستقبل مشرق بعد 20 عاما والسلطة بيدهم، هل تنطلي هذه الوعود الموسمية على الشعب العراقي الذي قدم التضحيات في ثورة تشرين ومن قبلها كانت في ثورة شباط عام 2011؟ لا بالتأكيد، لا يعني لا نصدق شيء، لأنه تجربة يعني هي يعني أكبر برهان كما يقال بالمثل الشعبي، هي الدليل القاطع على أنه ماذا فعلوا خلال ال20 سنة الماضية. مثل ما تفضلت يعني في 2011 احنا كنا، أنا كنت موجود في الجامعة وشهدت يوم 25 شباط 2011 عندما ضربوا خيرة الكوادر الأكاديمية والمثقفين والطلبة اللي كانوا مجتمعين في ساحة التحرير، يعني أقدر الأساليب المتبعة بعصابات الجريمة المنظمة. الحقيقة واجهوا الحقيقة الشارع بقمع لا مثيل له. يعني لم يشهد العراق بهذه القساوة من القمع. نفس الشيء الآن، يعني شهادة كلامنا هو ثورة تشرين قدمت 800 شهيد، ماذا فعلوا؟ لحد الآن يعرفون معرفة جيدة بالقتلة المجرمين من الميليشيات والاندساس اللي حدث حتى بالقوات الأمنية ومن تدخل خارجي من الحرس الثوري وغيره. لذلك يعني لا تنطلي هذه الأساليب والادعاءات الباطلة على الشعب العراقي من أنه جاءوا ليبنوا. ماذا يبنون؟ عليهم يبنون التربية والثقافة والتعليم العالي والخدمات والصحة وغيرها، وهي بيدهم الآن من ناحية ما يسموه مجلس النواب ومن ناحية تشكيلة الحكومة. ماذا قدموا خلال هذه الأعوام الأجاف اللي مر بها الشعب العراقي؟ عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لكم.